بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الفيزياء المدرسية، الصفين التاسع والعاشر من هاج البريطاني المعروف O-Level RG. أيضا في موضوعنا الفيزياء الحرارية، سنتحدث اليوم عن ميزان الحرارة الثيرمومتر. طبعا ميزان الحرارة مع ربيع الثيرمومتر أغلبكم يعرف وكيف هو شكله. شكله الأصلي بهذا الشكل، مكون من زئبق وتدريج. عند دراستنا له نقول مقياس الحرارة أو ميزان الحرارة. هو مقياس الحرارة أو ميزان الحرارة هو جهاز يقيس درجة الحرارة أو درجة حرارة التدرج. إذن هو جهاز يقيس درجة الحرارة الخاصة بجسم ما. هذا هو ما نقصد فيه بميزان الحرارة، جهاز يستخدم لقياس درجة حرارة جسم ما. إذن قد نعرج هنا أيضا درجة الحرارة بلون الأحمر هنا. ما هي درجة الحرارة؟ هي مقياس عددي يوضح لنا مدى حرارة الجسم. إذن هي مقياس يعطيني value، قيمة، يعطيني قيمة للقياس علي. على بناء على هذا العدد أستطيع أن أحدد ما إذا كان الجسم باردا أم ساخنا في باستخدام درجة الحرارة أو ما تعرف بالtemperature، درجة الحرارة temperature. إذن ميزان الحرارة جهاز يقيس درجة الحرارة أو درجة حرارة التدرج. درجة الحرارة المقصود فيها ميزان مقياس عددي يوضح لنا مدى حرارة جسم ما. كيف فسرت النظرية الحركية للغازات درجة الحرارة؟ هذا مهم جدا عندنا نحن. لو طرحنا هذا السؤال، كيف فسرت النظرية الحركية للغازات درجة الحرارة؟ أرجو منك عزيزي الطالب بأن تستخدم هنا ما شرحناه سابقا، يعني قد تكون معلومة جديدة عليك، لكن كطالب لما أحدك يستطيع أن يتوقع. بما أننا تكلمنا عن فروضات، عن الفروض التي أعطتنا إياها نظرية حركية الغازات، قد تستطيع أن تتوقع كيف فسرت نظرية حركية الغازات درجة الحرارة. قد تستطيع، أنا أقول هنا مباشرة، عندي هنا الصورة كما واضح، عندي ماء موجود على السطح، عندي ماء موجود في منتصف المسافة، وعندي هنا ماء موجود في الأسفل. ما سنقول تقييس درجة الحرارة في النظرية الحركية للغازات متوسط الطاقة الحركية للجزيئات. تفرض بأن الجزيئات تملك طاقة حركية تخضع لقوانين نيوتن، نصف الكتلة المربعة السرعة، فإن جزيئات الماء البارد تتحرك بمعدل أبطأ من جزيئات الماء الساخن. إذن مرة أخرى تفرض لنا هنا أمريكا، واضح هنا، هنا عندي cold water، هنا عندي ice water، هنا عندي warmer water. هنا الآيس لاحظ أنه مركب إلى بعضه البعض، الأواصر فيه متينة تأخذ شكل ثابت. هنا عندي الوارم ووتر، بدأت الأواصر بالتحطم فتتحرك. كولد ووتر تهدأ قليلا وتتصل إلى بعضها بعضا، لكن بدرجة أقل من لما عندما كانت في حالة الثلج. إذن نقول أن درجة الحرارة في النظرية الحركية للغازات هي متوسط الطاقة الحركية للجزيئات. هذا ما فرضناه في النظرية الحركية للغازات. لذا نفرض أن جزيئات الماء البارد تتحرك معدل أبطأ من جزيئات الماء الساخن، وعلي جزيئات الماء البارد طاقة أقل من جزيئات الماء الساخن. هذا ما فسرته لنا النظرية الحركية للغازات. أيضا من المفاهيم المهمة عندنا هنا أيضا أن يكون الطالب على قادرا على تمييز بين درجة الحرارة temperature وبين الطاقة الحرارية ما يعرف بالهيت، heat energy. إذا لابد للطالب أن يكون قادرا على التمييز بين درجة الحرارة temperature والهيت الطاقة الحرارية. هنا مرة أخرى نستخدم برامج المحاكاة كما هو واضح. عندي هنا طبعا وعاء ولؤان لنفس الكمية من الماء ومن الزيت. هنا يقول أوليف أويل زيت زيتون، هنا يقول لي ووتر ماء. أنا سأحمل وعاءان، أضع كل واحد منهما فوق السخان
عندي هيتر، عندي هنا هيتر. هنا نود أن نميز بين الانرجي سامبلز، هنا بين الطاقة الهيت ما تعرف الانرجي سامبل اللينك هيتر. سنجد الآن هنا الطاقة الموجودة في كل منهما، الطاقة الموجودة في كل منهما. هنا طبعا توضح ما تعرف بعملية السعة الحرارية، الطاقة المحفوظة داخلهما. هذا قد ننطلق له لاحقا عبر هذه الوحدة. طبعا المعروف أن الماء هو من هو أفضل السوائل ذات السعة الحرارية، لهذا هو يستطيع أن يحتفظ في الطاقة، لهذا يستخدم مثلا في التسخين ويستخدم في التبريد. إذا هما نفس الكمية كما هو واضح. لو سلطنا عليهما نفس مقدار درجة الحرارة، راح تنتقل الطاقة من النار إلى الزجاج. لاحظ إلى هنا، طبعاً هنا لابد لي أن أضع الميزان هنا أولاً، أضع الميزان بداية، وأضع الميزان الحراري هنا بداية، مرة أخرى أقيس درجة الحرارة. لاحظ هنا بأنه في الزيت الزيتون يمتص الحرارة بطريقة بدرجة أعلى فترتفع درجة حرارته، لكن هنا لاحظ في الماء، لاحظ هنا اللون الأبيض هذا هو البخار، يفرض أنه البخار. إذا لاحظ هنا انتقلت درجة الحرارة من هنا إلى الماء، هذا هو ما نتحدث فيه، انتقال هو رفعنا درجة حرارة الماء، رفعنا نحن نرفع درجة، اختفى الآن البخار. مرة أخرى الآن أضع، إذا هو سيصل إلى نقطة يتوقف فيها عن الامتصاص. هنا الماء، يعني هنا الماء، إذا يعني هنا يقال عندي هنا أننا رفعنا درجة حرارة الماء. أصبح يخزن طاقة أعلى، طاقة حرارية أعلى من الزيت في هذه الحالة. نزلنا، ستلاحظ أن معدل التبريد في زيت الزيتون أعلى من معدل التبريد في الماء. إذا نقول الاختلافات الرئيسية بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة، عندي بداية الطاقة الحرارية هي عبارة عن كمية الطاقة في الجسم التي يختزنها الجسم، كما رأينا في برنامج المحاكاة قبل قليل، رأينا بأن الماء فيه طاقة حرارية أكثر من زيت الزيتون. بعدين درجة الحرارة هي مقياس شدة الحرارة، هذا هو الفرق الأول. تقيس الطاقة الحرارية، الطاقة الحركية الموجودة في الجزيئات في الجسم، هذا هو النموذج الحركي للغازات، بينما تقيس درجة الحرارة متوسط الطاقة الحركية للجزيئات في المادة. إذا الميزة الرئيسية للطاقة الحرارية أنها تنتقل من المنطقة الأكثر حرارة إلى المنطقة الأكثر برودة، هذا مهم جدا عندي، وهو قاعدة نأخذها دائما. طالما أن الجسم حرارته أعلى، هذا معناه أنه يفقد طاقة، لأن الطاقة الحرارية تنتقل من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأخفض حرارة، على عكس درجة الحرارة التي ترتفع عند تسخينها وتنخفض عند تبريدها. تمتلك الحرارة القدرة على العمل، الحرارة أيضا قدرة على العمل الشغل يعني، لكن درجة الحرارة يعني تمتلك الطاقة الحرارية هنا المقصود عفوا، لكن درجة الحرارة تستخدم حصريا لقياس مدى الحرارة. الوحدة القياسية يعني قياس الطاقة الحرارية هي جول، لأنها طاقة، في حين أن درجة الحرارة هي كيلفن، ولكن يقاسها بالسيليسيوس وبالفهرنهايت. نلاحظ هنا عندما وضعنا حجرا بريكس من اللون الأحمر وحديد، عرضناهما لنفس درجة الحرارة، لاحظ ارتفعت درجة حرارة الحجر هنا أكبر من درجة حرارة الحديد، لهذا يقال عندنا هنا بأن السعة الحرارية للحجر أعلى من السعة الحرارية للحديد. هنا رفعنا نحن درجة الحرارة لكليهما،
لو وزننا هذا الحاجز، لاحظ هنا، إذا هنا لا نقول نحن عندنا الآن، نقول أن فقط هذا فقط رفعت درجة الحرارة من خلال التبريد، ورجعت إلى هنا مثلا، انظر، إذا التبريد يمتص الطاقة، دائما تنتقل الحرارة، هذا مهم جدا عندي هذا المفهوم، من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حرارة. انتقلت من البريكس الحجر الأحمر ذو الحرارة الأعلى مرة أخرى، أحب أن أؤكد على الفكرة، من الحجر ذي الحرارة الأعلى الآن هو إلى الثلج ذي الحرارة الأخفض. إذا تعمل التبريد هو عبارة عن امتصاص الحرارة الساخنة، هذا هو. لاحظ انتقلت الآن الإنرجي الإي بوحدتها إي إلى الثلج، لاحظ لاحظون أيضا بالنسبة للحديد أيضا يكفي هنا. إذا هنا عندي هذه التجربة لنوضح بأن أيضا عندي الطاقة الحرارية تستطيع أن تنتج شغلا. هنا مثلا لاحظ هنا أرفع درجة الحرارة، لاحظ البخار يعمل على تحريك هنا الدواسة، طاقة طبعا لاحظ هي طاقة حرارية ثامة باللون الأحمر، تتحول إلى ميكانيكال تعمل على تحريك الدواسة، هذه تتحول إلى طاقة كهربائية باللون الأزرق تمر عبر السلك كما هو واضح، فتستطيع أن تنجز شغلا الطاقة الحرارية من خلال عملية التحويل المعروف. إذا استطعنا إنجاز شغل هنا، يكون أيضا مثلا لو وضعت أنا مثلا هنا المروحة مثلا، أستطيع أن أحركها. أيضا هنا إضاءة، لاحظ، وأيضا هنا يعني أستطيع بالنهاية تستطيع أن تنجز شغلا. هي أصبحت الآن تشع الضوء، إذا كان هذا الفيديو الحديث عن درجة الحرارة عن الثيرموميتر مقياس أو ميزان الميزان الحراري، ثم تحدثنا عن الفرق بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخل إلى من الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم أحبتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.